اتشرف بحضرتك. مي رشدي غيث، دايره اللي حضرتك ان شاء الله فيها من يا الامر. ايه رؤيتك في برلمان 2021 ان شاء الله؟ ان شاء الله اكيد هيكون الفتره اللي جايه افضل ان شاء الله من الفتره اللي فاتت، يعني في افكار جديده وفي شباب موجود ونسبه تمثيل المراه، لا ان شاء الله الوضع اللي جاي يكون افضل باذن الله. باذن الله. ايه اهم القضايا والملفات ان شاء الله اللي حضرتك ان شاء الله ناويه تتبنيها تحت القبه البرلمانيه؟ انا ناويه اتبنى المشروعات، يعني زياده الدخل، توفير الدخل باذن الله. اللجنه اللي حضرتك ان شاء الله ناويه تنضمي ليها؟ انا اتمنى انضم لجنه الاداره، اداره المحليات، علشان يبقى مهتم اكتر بشؤون البلد يعني.